عرفتي؟ عرفت. أنا ما كنتش أعرف يا نور. ما كنتش تعرف إيه؟ ما كنتش تعرف إني غلبانة؟ ماليش في الطور ولا في الطحين؟ الناس يقتلوا واحدة انت ما تعرفهاش ولا عمرك شفتها ليه؟ عشان كشفتكم؟ عشان ما توجعش دماغك؟ حكمت عليا بالموت وفي الاخر اللي راح ابني أقصد يا نور، الموضوع بالنسبة لي كان شغل، حاجة عثمان وجع دماغي بيها، ما كنتش عارف إن الدنيا دوارة كده. طلعت دوار أوي أوي. طلعت ابن عمي اللي اتجوزته معرفش إن ابن عمي، وخلفت منه وهو قتل ابني. وابوك قتل امي. شايلين الشيله مش بتاعتي يا نور. لا بتاعتك. انت شايل كتير قوي يا حسام، شايل كتير قوي. هتقول ايه دلوقتي لفريده؟ هتقول ايه لبنتنا؟ هتقولها ان انت موت اخوها؟ انت لو ما كنتش قتلته كان زمانه دلوقتي بيكبر قدامي. من يوم ما مات حمزه وانا عايزه اخد بطاره. وانت سالتني لما جيت تقتلني، سالتني عايزه اموت ازاي، بس انا مش هسالك يا حسام. انا عارفه اقتلك ازاي. انت عايزه تموتيني يا نور؟ انا مش نور، أنا مأمونة أم حمزة. حمزة اللي اتقتل غدر برصاصة، وأنت هتتقتل زيه بس مش غدر. زينب وحشتيني يا مأمونة، وحشتيني قوي. علوك نصيب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.